هل حكاية الإنسان هي حكاية واحدة بغض النظر عن الزمان والمكان؟ هل المخاوف والرغبات الموجودة في اللاوعي هي التي تصيغ هذه الأسطورة أو الحكاية أو الحلم؟ هل يسعى من خلال هذه الأسطورة إلى تخليد ذاته أو ربما تسليم لابن استكمال للرحلة؟ من خلال العديد من الأساطير ومن خلال الميثولوجيا يكتب جوزيف كامبل عن رحلة البطل ليصيغ حكاية واحدة للإنسان بغض النظر عن الزمان والمكان. ففي بعض الأحيان الأساطير لم يكن من الممكن أن تنتقل بسبب العوائق الجغرافية، فكيف أصبحت بنفس السيناريو وكيف أصبح هذا الكتاب البطل بألف وجه مرجعا أساسيا لكتاب السيناريو بعد أن قال عنه المخرج جورج لوكاس أنه استعان به لواحدة من أهم سلاسل الأفلام الأمريكية وهو حرب النجوم. البطل بألف وجه للباحث الأمريكي جوزيف كامبل، ترجمة محمد جمال، ويسعدني أن تكون معي الناقدة السينمائية علياء طلعت للحديث حول هذا الكتاب الهام. أهلا بك أستاذ علياء. في البداية نعرف الناس، يعني لأن اللي هيبدأ يقرأ شوية في الكتاب هينبهر بمدى موسوعية هذا الكاتب. من هو جوزيف كامبل؟ جوزيف كامبل كان مدرس في الجامعة، يدرس في كلية الآداب، وهو باحث وهو مدرس في علم الأساطير وعلم الأديان المقارنة. فشخص موسوعي العلم بشكل كبير جدا، درس الأديان المختلفة سواء الأديان السماوية أو غير السماوية، درس الميثولوجيا والأساطير بكل أنواعها، كان بيدرسها في فترة كبيرة جدا من حياته. والكتاب اللي احنا بنتكلم عنه دوت اصدره سنة 49، كان عنده تقريبا 45 سنة، كان نتاج لهذه الدراسات الطويلة جدا جدا للميثولوجيا والاديان، وطلع من الدراسات دي النظرية بتاعته. طيب نتكلم عن النظرية بقى. هل الجملة اللي أنا قلتها في المقدمة هي المعبرة عن وجهة نظر كامبل بالفعل، لأن حكاية الإنسان واحدة بغض النظر عن الزمان والمكان من خلال دراسة هذه الأساطير؟ هو جوزيف كامبل زي ما انت بتقول عنده نظرية بتقول ان الانسان هو الانسان ايا كان المكان بتاعه، ايا كان مرجعيته الثقافية. الاساطير بتاعت الانسان هي واحدة في كل مكان، تشكل ما يشبه الوجدان الجمعي للانسان في كل الثقافات والحضارات المختلفة. وهو اثبت ذلك من خلال كتابه، اثبت ذلك ازاي؟ ان هو قدم لنا اساطير مختلفة من قارات بعيدة تماما عن بعض وفي اوقات متزامنة. فالوقت دوت ما كانش فيه القدرة على التواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة. يعني صعب مثلا ان قبيلة في افريقيا يبقى في قبيلة في امريكا الشمالية في نفس التوقيت وان هم يبقى عندهم اسطورة واحدة، يعني بالظبط ده هو مش ما فيش منطقي. تواصل اصلا ما بالظبط ما بينهم. فيش تواصل سواء من سبب المكان سواء بسبب الزمان. لما تلاقي في اسطورة زي إيزيس وأوزوريس في مصر، في مثيل ليها في الهند. فانت بتتكلم ان احنا عندنا هنا الاساطير هي واحدة في كل مكان، فليه هي واحدة؟ هو ده السبب، السؤال بتاعه اللي خلاه يطلع نظرية. ليه في تشابه ما بين القصص، ما بين القصص اللي في الأديان وقصص الأساطير في أماكن مختلفة في أزمنة مختلفة؟ فطلع من دوت الفكرة بتاعته إن الأساطير متشابهة علشان خاطر الوجدان الجمعي للإنسان هو واحد واحد. طيب انا الناقدة السينمائية علياء طلعت، احنا بنتكلم عن فكرة الحكاية هنا، وبرضو الكتاب مقسم لأجزاء. خلينا نقول ان مثلا برضو التشابهات في قصة الخلق مثلا وفكرة السماء والأرض وفكرة ان هما أنثى وذكر وغير ذلك، لكن هو جاب مثال للتدليل على يعني نظريته ديت بفكرة وجود مش تشابهات بس، وكأن في سيناريو واضح لكل الأساطير المختلفة، وذلك من خلال شخصية البطل، بل أنه وضع ما يشبه الرسم لمراحل البطل المختلفة. ليه نتكلم، رحلة وده البطل؟ الجزء الأول تقريبا أو الفصل الأول من الكتاب. بالظبط، هو اشهر حاجه عملها جوزيف كامبل واللي خلته لغايه دلوقتي الناس عامه في الشارع عارفه اسمه، مش بس الاكاديميين زي ما هو مفترض الناس اللي لأن ده زيه. كتاب في الميثولوجيا يعني. بالظبط، ما هوش كتاب شعبي، ما هوش كتاب المفترض انك تلاقيه في مكتبه اي حد. لكن السبب ان هو انتشر بهذه الطريقه هي رحله البطل. ليه رحله البطل؟ رحله البطل هو عمل استراكشر كده للرحله بتاعت البطل الشعبي اللي موجود في الاساطير والثقافات المختلفه، وحط المراحل بتاعتها. المراحل بتاعتها كانت متشابهه بشكل مذهل.
ده غير ان ليها تأثير على القصص والكتابة في سواء الافلام او في الادب بشكل كبير جدا، والتأثير موجود من قبل ما احنا نكتشفه. يعني اول حد قال ان رحلة البطل او كتاب جوزيف كامبل دوت احنا بنستخدمه في السينما كان جورج لوكاس سنة 77. لكن هل قبل ما جورج لوكاس يقول ده بشكل واضح ما كانش القصة نفسها مستخدمة بدون الرجوع لكتاب جوزيف كامبل؟ يعني جوزيف كامبل اكتشف الظاهرة ولم يخترعها بالظبط. يعني هي دي الفكرة، ان قبل جوزيف كامبل قبل سنة 49 ما هو لو شفنا افلام هنلاقي برضو البطل بيعمل. وبعدين ما هو في الكتاب جايب امثلة للاخوين جريم مثلا بالظبط، فدي حكايات شعبية، حكايات شعبية اوروبية بالظبط. يعني مثلا هقول لك مثال، لو انت شفت افلام مصرية في فترة الخمسينيات اكيد اللي هو الكتاب لسه موصلش، ما كانش موجود خالص. هتلاقي ان في افلام زي شارع الحب، فيلم رومانسي عاطفي عادي خالص، بيستخدم فيه الاستراكشر بتاع تحت البطل، البطل اللي بيبقى عايش في بيئته الطبيعيه، بيجيله نداء المغامره، نداء المغامره اللي بيرفضه، وبعدين بيروح بيوصل زي عراب او المنتور بتاعه، المرشد بتاعه كان حسين رياض، كان بيبقى فيه دفعه ناحيه المغامره، وبعدين بيحصل الموت او بيحصل حاله الحزن الكبيره اللي بيوصل لها لما بيفقد ثقته في حبيبته، وبعدين بيرجع يستعيد ثقته، وبعدين بيروح بيوصل للجائزة ان هو بيغني قدام الناس وبيرجع تاني للمجتمع بتاعه. الفيلم ده شارع الحب عنده الاستراكشر بتاع تحت البطل بدون ما صنعه يعرفوا ان ايه تحت البطل. ليه؟ لان هي موجودة في الثقافة بتاعت اي حد بيكتب على ده بقى. يعني مثلا سندريلا نداء المغامرة ان هي عايزة تروح الحفلة، فبتجيلها الجنية اللي بتحول لها الفيران وقرع العسل ليه عربية وجياد وتخليها فستان، ولحظة معينة اللي هي 12 فما تلحقش مع البطل فتصبح تتحبس، ف يعني وصولا لان هي تصبح الاميره ثم ترجع تاني، او ان هي تنتقم بقى لنفسها من زوجة الاب وغيره. يعني لو خدناها كده هنلاقي ان موجوده في كل حاجه، موجوده في كل حاجه. هو مجرد جوزيف كامبل زي ما احنا السؤال دايما الموجود، هل الفن بيسبق النظريه والنظريه بتسبق الفن؟ دايما الفن بيسبق النظريه، اي حاجه بتسبق النظريه. النظريه مجرد ان هي بتلاحظ حاجات موجوده وبيحط لها قواعد الحاجات الموجوده دي. جوزيف كامبل ما اخترعش رحله البطل، جوزيف كامبل كتب رحله البطل وقال يا جماعه انا عندي ملاحظات اوضحها بالظبط، هو وضحها وكتبها. لان احنا بعد كده نشوف الافلام. يعني انا دلوقتي من ساعه ما انا قريت الكتاب وانا كل فيلم امريكا هوليودي على سبيل المثال افتكره خاصه في السوبر هيروز والحاجات ديت، فاللي هو لا البطل. هي هي بالظبط، يعني المراحل نفسها بالظبط. يعني طيب ازاي بقى التحول من كتاب ميثولوجيا لواحد من مراجع لكتاب السيناريو؟ هل فعلا كاتب السيناريو هو بيقرا الكتاب بيحصل نوع من الفهم الاكبر في كتابه السيناريو؟ لو رجعنا برضو لمثال جورج لوكاس، اعتبروا انه اول واحد او اول كاتب او اول مخرج يستخدم رحلة البطل بصورة واعية. احنا الامثال اللي بنقولها دي قبل كده هي مستخدمة بصورة غير واعية. لكن جورج لوكاس قرا الكتاب وهو بيكتب الدرافت الاولاني بتاع فيلمه ستار وورز حرب النجوم. فهو لما قرا الكتاب بعد ما كتب اول درافت لقى ان هو بيتبع رحلة البطل بشكل غير واعي، فقرر ان هو بشكل واعي يكتبه بشكل واحد بالظبط. ناخد المراحل بقى. ايوه بالظبط. فمشي بقى على الستراكشر بتاع جوزيف كامبل بالظبط. الفيلم طبعا نجح نجاح فظيع جدا، وهو ما انكرش ان هو رجع لرحلة البطل. احنا عشان نجاح كبير جدا، انا فاكر في صدق او لا تصدق كان مكتوب ان في يعني مش فاكر كم مليون خدوا اجازه من شغلهم عشان يروحوا يحجزوا تذكره الجزء الجديد من ستار وورز. ستار وورز لغايه دلوقتي يعني حاجه مهوله جدا في 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 مش في امريكا بس، في قاره امريكا الشماليه يعني او كندا وامريكا بشكل خاص بالظبط. ولغايه دلوقتي الفرانشايز الجديده لما نزلت لغايه دلوقتي بتحقق نجاح كبير جدا. الفكره ان هو لما جورج لوكاس قال او اعترف ان هو استخدم رحله البطل، كتاب البطل بألف وجه رجع يتنشر تاني وعليه صوره البوستر بتاع الفيلم. فكتاب السيناريو اخدوا بالهم ان احنا يا جماعه احنا عندنا هنا فورمات حلوه جدا بتنجح الافلام قوي، كتالوج. فعملوا ايه؟ كاتب سيناريو مشهور اسمه كريستوفر فوجلر راح عامل زي برشامه، عمل رحله البطل دي في 7 ورقات. شايف الكتاب اللي قدامك ده؟ عمله في 7 ورقات. اللي هو
اللي عايزه كاتب السيناريو ده بعيدا بقى الميثولوجي والكلام اللي كاتبه كامبل. بالظبط، عمل الاستراكشر كده، واحد اثنين ثلاثة، البطل هيعمل كده، هيروح كده، هيطلع كده، وده اتوزع على كتاب السيناريو في هوليوود. ده بعد كده فوجلر حس برضه ان دي شغلانه كويسه قوي، راح كاتب كتاب تاني اسمه دليل سيناريست. دليل سيناريست بيعمل زي كتاب يوسف كامبل بالظبط، لكن بدلا من الامثله اللي انت هتلاقيها كتير في الكتاب دوت عن الميثولوجيا والاديان، هو جايب امثله من الافلام. وبالتالي هو كتاب جوزيف كامبل كان زي نبراس للمخرجين والمؤلفين في البدايه، ولكن حصل له تحول لدرجه ان هو بقى مجرد كتالوج لكتاب السيناريو الهوليوديين اللي عايزين يحققوا نجاح كبير باسهل طريقه ممكنه. تمام. من خلال كتاب ايضا جوزيف كامبل يثور سؤال، البطل ده فرد ولا هو ممثل للجماعه، للاوعي الجمعي؟ هو حد بالطموحات والرغبات والمخاوف اللي موجوده عند المجتمع كله، بينشا واحد بيبقى في رحله ويبقى هو زي مثال او حاجه زي رمز بيحصل. بالظبط، هي كلمه رمز اللي انت قلتها في الاخر دي هي واحده من الوظائف بتاعت الاسطوره، ان هي بتكرس للاوضاع الاجتماعيه في اي مجتمع، يعني زي الدين في المجتمعات الاحدث. الاسطوره قبل كده كانت بديل ليها، فكانت الاسطوره بتعمل القواعد بتاع المجتمع بتاعنا والمجتمعات المتشابهه في كل الكره الارضيه مثلا. لكن البطل لوحده كفرد ما هواش جزء من المجتمع ده، بالعكس البطل المفروض ان احنا بنتكلم عنه هو شخص سائر على المجتمع ده، هو شخص سائر على ظروفه. فهو شخص مختلف ثوري عن الظروف بتاعته، ولكن في ذات الوقت مع وجوده في مجتمعات مختلفة بنفس الرحلة بقى جزء من الوجدان الجماعي. طيب خلينا نروح لنقطة تانية هو أشار ليها، وخاصة في قبيلة فكرة يعني مراسم طقسية صعبة للغاية، اللي هي ان هو الأبناء يشربوا من دماء ويأكلون من لحوم الآباء وغير ذلك. ان هو اتكلم على فكرة، انا فاكر الجملة دي، ما بين ظلام الرحم وما بين رحم الظلام، يعني ما بين الرحم وما بين القبر. فرحلة الإنسان للخلود بتكون من خلال إعادة خلق العالم، من تغيير العالم، فبالتالي كأن رحلة البطل، لأن الثبات والسكون سيؤدي إلى الفناء، وبالتالي فرحلة البطل دي هي يعني تقليب للتربة أو إيجاد عالم جديد. هو جوزيف كامبل بنفسه طلع في برنامج وثائقي وكان اتكلم على أن رحلة البطل احنا ممكن نستخدمها كرمز لرحلة كل إنسان، كل فرد عادي، اللي هي رحلة ايه؟ رحلة الطفل لمرحلة البلوغ، انه يبقى شخص بالغ عاقل. انت لو تيجي تتخيل ان احنا الطفل بعد سن معين عايز مفروض ينضج، وهو رافض ان هو ينضج، لان الطفل عايز يفضل طفل بيتمتع بمزايا الطفل، ولكن بيجبر ان هو يدخل في هذه الرحلة اللي بيموت فيها الطفل ويبعث منها الرجل او الشخص الناضج البالغ. هي نفس مراحل رحله البطل، ان البطل بيجي له نداء مغامره، بيروح المغامره، بيموت وبيصحى، بيبعث منه شخص اخر، وبيرجع بقى بالمزايا الكريدتس اللي بياخدها من هذه الرحله، اللي هي مزايا الرجل البالغ اللي بياخدها الشخص لما بيعمل المغامره بتاعته، واللي هي انه تخطى مرحله الطفوله. فزي ما انت بتقول هي رحله ممكن يتم تمثيلها لكل شخص، كل شخص بيخوضها، او ممكن تمثيلها على يعني انا فهمتها ان هي تغيير للمجتمع برضه، اكيد افكار جديده او شكل جديد. او موت الاب دي مهمه جدا عند جوزيف كامبل، ده رمز مهم جدا. ولو وفي مرحله من رحله البطل بيتكلم عن اللقاء ما بين الابن والاب، وهنا موت الاب ما هوش موت حقيقي، هو مش بيقتله، هو ده رمز للتغيير اللي بيحصل في المجتمع من جيل لاخر. يعني الاساطير مليانه رموز ما بيتمش تناولها بشكل حرفي. لما بنقول موت الاب فهو الابن ما بيقتلش الاب. ما هو طالما اتكلمنا بقى عن الاب والام، فهنتكلم عن ان استعانت جوزيف كامبل بالمدارس التحليل النفسي اللي كانت موجوده في العصر ديت او منتشره في العصر دوت، واحنا بنتكلم عن بشكل رئيسي عن فرويد وعن يونج. بالظبط. هو جوزيف كامبل زي ما قلت هو كان راجل موسوعي جدا،
فما سابش حاجه ما قراش فيها علشان خاطر يعمل صلات ما بين معلوماته عن الميثولوجيا والاديان والعلم النفسي الحديث اللي كان في الوقت دوت رائد جدا. فهو استعان بنظريات فرويد ونظريات يانج علشان خاطر يعني تفسير الاساطير بتاعته، وعلشان يقول الاساطير دي مش خاصه بالازمان القديمه فقط، هي ممكن تصلح لكل زمان. فهنلاقي هنا انه استخدم مثلا فكره الحلم. فرويد في الوقت ده كان يعني بيدرس موضوع الاحلام وبيعيد تفسيره بشكل مختلف تماما عن ما قبل فرويد. مهم جدا طبعا تفسير الاحلام بالظبط. فجوزيف كامبل عمل ايه؟ اخذ النظريات بتاعه فرويد وبدا يطبقها على الميثولوجيا وعلى الاساطير، وطلع نظريه خاصه بيه بتقول ان الحلم هو الاسطوره، ولكن الانسان في العصر الحديث ما يقدرش ان هو يرجع للاسطوره او بتبقى مرجعيه ليه زي زمان، لان طبعا احنا عندنا تغيرات حصلت والعلم تغيرات علميه، فالانسان الحديث يصعب ان هو يرجع للاسطوره. يعني اللاوعي الجمعي ده، المخاوف والرغبات الموجوده داخل الانسان كان بتتحول لشكل اسطوري لحكايه، لكن بعد كده في العصر الحديث بقت موجوده في الحلم. بقت موجوده في الحلم بالظبط. فاحنا لو مدينا بقى الخط على استقامته وشفنا اللي حصل ما بعد جورج لوكس، هنلاقي ان احنا الاساطير موجوده لغايه دلوقتي، موجوده في الاحلام وموجوده في السينما. جورج لوكس قال ايه؟ قال ان هو لما يجي نتكلم على الاساطير قبل كده، في اخر اسطوره حالمه كانت اسطوره الغرب الامريكي اللي هي في افلام الويسترن. احنا عايزين نحط اساطير حالمه في افلامنا اخرى، هنعمل ايه؟ هنرجع للاساطير القديمه، ولكن هنقدمها بشكل خيال علمي. يعني انت لو تشوف افلام ستار وورز هي بالظبط نفس قصه البطل اللي في الاساطير القديمه، ولكن في كواكب اخرى، في عالم اخر، في مستقبل اخر. فهو الخيال العلمي مجرد شكل جديد للاسطوره، اعاده تدوير ليها. او ان احنا نلاقي مخرج بيقوم من النوم الصبح يقول انا هحول الحلم بتاع الفيلم زي فيلين بالظبط. طب تمام. طيب يعني احنا بنتكلم هنا ان اللاوعي ده بيتحول لاسطوره لحلم او لفن. لفيلم سينمائي او لفن. طيب احنا عندنا من بعد الحرب العالميه الثانيه بدات مدارس اللي هي ادب اللامعقول او ادب العبث على سبيل المثال، والبطل فيها هو بطل مهزوم وليس بطل يذهب في رحله فينتصر فيعود مره اخرى الى ارضه. هل يصلح او تصلح مراحل بطل كامبل لنوعيات اخرى غير البطل المنتصر؟ هو في الحاله دي ما بيبقاش رحله البطل كامله. يعني انت ممكن افلام زي دي بتكون اخذت بشكل حتى غير واعي اجزاء من رحله البطل وسابت اجزاء اخرى، لان طبعا الزمن تغير، رحله البطل دي كانت موجوده في الاساطير وموجوده لغايه دلوقتي في بعض الافلام، ولكن هناك افلام اخرى بيحاولوا مخرجيها وصناعها ان هم يخرجوا عن القواعد. لان الموضوع وصل لمرحله ان دي قواعد ستراكشر كده، زي فورمات، زي ما يعني زي وصفه ناجحه. فاحيانا بيبقى عليك كل الوصفات دي، ممكن تتمرد عليها او تحاول ان انت تقلب المراحل او ترتبها او تعمل حاجه او نشيل مراحل خالص ونحط مراحل مختلفه او نتخطى بعض المراحل او قلب ادوار. يعني ممكن المرشد يكون العكس او يعني بالزبط. او يخدعك بدل ما يرشدك، يعني ممكن اي حاجه يتم التلاعب فيه بالظبط. خاصة مع تكرار الأفلام دي رحلة البطل تم ابتذالها. يعني خاصة في فترة التسعينيات لما كان الناس لسه مكتشفين جمال رحلة البطل، وإنها كانت بتعمل سلاسل أفلام ناجحة جدا. فخلاص بقت زي كليشيه. عارف لما الحاجة بيتم ابتذالها وكمان بتفقد الريفرنس الأسطوري بتاعها، هتبقى بقى لنا إيه؟ بقى لنا شوية خطوات صغننة بتتحط في شكل أفلام كلها شبه بعض. في صناع افلام تمردوا على هذه التكرار، تمردوا على هذه الكليشيهات، وقدموا افلام مختلفه. متوقع ايه اللي هيحصل؟ دي يعني بالظبط بالنسبه للروايه او بالنسبه للفيلم دي حاجه قاتله بالظبط. يعني تشوف افلام انديانا جونز كلها شبه بعض وكلها شبه رحله روكي البطل بالظبط. لا مش روكي، يعني اكتر رامبو. رامبو يعني دي رحله البطل وبنتفرج عليها بصيغه مختلفه. فطبعا صنع الافلام او الفنان باي شكل، لان برضه ده موجود في الكتب، رحلة البطل ما هياش في الافلام بس. اللي بيحاول يقدم حاجه جديده مختلفه لازم هيتمرد. شوف انت بتتكلم بقى بيتمرد على التمرد. هيتمرد على هذه القواعد اللي بقت موجوده في كل الافلام وكل الاعمال. تمام. احنا اتكلمنا عن جوزيف كامبل ككاتب موسوعي، يعني هو برضو استخدامه للاساطير لديانات وضعيه وديانات سماويه. انا معجب للغايه بفكره النقلات اللي بيعملها في الكتاب.
يعني ان هو يديكي جزء من حكايه وبعدين يروح قايل لك ولو رحنا للهند هنلاقي كذا، وبعدين في قبيله في امريكا. يعني رايك انت كقارئه ايضا وانت بتقري الكتاب من فكره القفزات اللي كان بيعملها في داخل فصل واحد مثلا من مراحل البطله مثلا. هو ستوري تيلر ممتاز جدا، وحتى بعد كده في حياته اللاحقه بقى لما كان كبير كان بيتنقل بين الولايات المختلفه علشان يتكلم في محاضرات عن الاساطير القديمه، يحكي الحواديت بشكل زي ما جدتنا كانوا بيحكوا لنا الحواديت زمان. فهو قاص وراوي ممتاز جدا. ده اللي انا حسيته فعلا يعني. وعنده قصص كتير جدا، انت متخيل البني ادم قرا كل الاساطير والقصص الشعبيه والاديان السماويه اللي هي تعتبر برضو قصص، وغير كده ربطها وطلع نظريه يعني. بالظبط. فهو في الفصول بتاعت كتابه كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب القصص اللي فيها روابط وبيحطها ورا بعض وبيوريك الروابط دي، فتلاقي ان القصه موجوده في الهند وبعدين ياخدك مصر وبعدين ياخدك قصه الثقافه الهنديه الامريكيه النيتيف امريكان، او ياخد قصه من الاخوين جريم على ويطبقها يلاقي تلاقي على شعر على دانتي ويعني الجحيم على سبيل المثال، على نصوص سماويه او نصوص دينيه. فهو بيعمل الصلات دي، هو مش بيلخبط القارئ، هو بس محتاج ان القارئ يكون مركز شويه علشان يقدر يطلع بالخيوط المتشابهه بين الابهار ده، خيوط متشابهه بين القصص المختلفه في ازمنه مختلفه. ودي طبعا نشكر المترجم محمد جمال جدا، لان هو كان عامل مجهود كبير جدا حتى في الايات او في النصوص اللي متاخده من مراجع عربيه، كان من الواضح ان هو بيعمل رحله بحث كبيره، واللي خلى الكتاب يوصل للقائمه القصيره في جائزة يعني المجلس القومي، المركز القومي للترجمة. طيب السؤال شبه الأخير، يعني احنا اتكلمنا عن الكتاب ميثولوجيا، اتكلمنا عن الكتاب كسينما، لكن القارئ اللي ممكن ملوش اهتمامات كبيرة بدراسة الميثولوجيا أو السينما، الكتاب القارئ ازاي بيستفيد منه في الجملة اللي قالها جورج لوكاس؟ لو هو كتاب انت عايز تقراه فهو ممتع، لكن لو انت تعمقت شوية فهو رحلة بحث الانسان عن نفسه وعن الحقيقة. ازاي احنا نكتشف نفسنا من خلال كتاب جوزيف كامبل؟ اول نقطة احنا قلناها اللي هو ان رحلة البطل دي يمكن تطبقها على اي انسان، ان كل انسان بيمر برحله البطل اللي بيمر بيها بطل الاسطوري اللي موجود في كتاب جوزيف كامبل، في حتى حياته العاديه هو بينمو من الطفل لغايه الشخص البالغ. ولكن برضو الكتاب او الاسطوره في حد ذاتها هي ليها وظائف معينه عند الانسان. اول وظيفه من وظائف الاسطوره او كتاب رحله البطل يعني بالدليل عليها الوظيفه الصوفيه، اللي هو ايه؟ احساس الانسان بالانبهار ناحيه كيانات اعلى او ناحيه حياه أكبر أو ناحية شيء غامض. الأسطورة بتعمل كده في حياة الإنسان، اللي هو بتقول له إن حياتك مش مجرد أنت بتعيش وبتاكل وبتشرب وتخلف وبعدين تموت. هي بتقول إن في حاجات أكبر من الإنسان لوحده، وجود شيء أكبر ده بيدي الإنسان إحساس إن هو عايز يكافح، عايز يبقى هو كمان مختلف. فده جانب نفسي مهم من الأساطير، وجانب نفسي مهم جدا من كتاب رحلة البطل. فدي أول حاجة. تاني حاجة إن زي ما قلت هو بيساعده في مراحله التعسة أو مراحل الصعوبات، لأن إحنا بنشوف إن البطل الأسطوري ده إحنا كلنا بنعجب بيه هو كمان مر بمراحل تعسة جدا. هو كان عنده صراعات مع أهله، هو كان لازم يهزم الأب علشان ينمو، هو لازم يمر بمرحلة الموت، وبالتالي هو يعني ده ليه تأثير كبير على الشخص نفسه، وإزاي هو بيستخدم رحلة البطل في إن هو يغير من حياته. يعني إذا هي رحلة الإنسان الفاني الذي يريد أن يخلد، ربما عبر الأسطورة أو ربما عبر رحلة البطل أو التصالح مع الأب ومع الإبن أيضا، كما في على سبيل المثال في طقوس البلوغ عند قبائل أمريكا الشمالية. الناقدة السينمائية علياء طلعت أشكرك، وإحنا الاثنين بنتوجه للمشاهدين لقراءة هذا الكتاب الهام والممتع والثري والصعب شوية، لكن متعته تخليك يعني تبذل جهد أكبر لقراءته. أشكرك وأتمنى المزيد من التوفيق. شكرا. شكرا أعزائي المشاهدين، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من برنامج كلمات.